طيب نعمل دلوقتي برضو حاجة حلوة جدا، هنعمل صوابع جلاش بالجبنة، بالخضار والجبنة. طيب عندي جلاش، بصل، زيتون، جبنة موتزاريلا، جبنة ريم مبشورة، طماطم وفلفل ومعلقتين سمنة. طب ناخد معلقتين السمنة نسيحهم كده. هقول لك هنعمل ايه دلوقتي، عشان انا محتاجة ان انا ادبل الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ادبل البصل والفلفل. فهاخد السمنة دي اللي حفرت بيها الايه الجلاش، او زبدة، عايز تفرد بزبدة برضو حلوة. اسيح السمنة كده، البصلة، بسم الله الرحمن الرحيم، وشوية ملح. معانا مريم، شوية فلفل. ايوه يا مريم، ازيك؟ ازي حضرتك يا مدام نجلاء؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، نشكر ربنا. حضرتك اللي عاملة ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك. انت اخبارك؟ الحمد لله. بعد اذنك كنت عايزة اعرف طريقة العجينة بتاعت الحواوشي. عجينة الحواوشي؟ اه، هقولها تاني. حاضر عينيا. ومشي خالص على حضرتك اللي تعمليها لنا. العيش حلو ماشي، عجنتها سبتها تستريح، قسمتها كور صغيره جدا. اهلا بيك، ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ بخير الحمد لله. الحمد لله، انا بحبك خالص والله، والاولاد كلهم بيحبوكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، متشكره ليكي. نفسي اكلمك من زمان والله، متشكره قوي قوي، ربنا يخليكي. كل اكلاتك فلفل مع الطماطم مع ملح وفلفل، فلفل رومي، عايز تحطي فلفل حامي حطي، مش عايزه هو كفايه الفلفل الايه الرومي. امال هنا ايه؟ انت مش هنا في لحمه؟ ايه ده؟ لا ده خضار بس، ده زيتون بقى كده، ابرده بالزيتون، حلقات. معانا جهاد، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت، عامله ايه؟ حضرتك طيبه. انت طيبه، ربنا يخليك. ازيك؟ انا بصي طلعت على المعاش ومتابعاكي على طول بقى، ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. كل يوم اشوفك بتعملي ايه واعمل الغدا لك. خليكي، وتشرفي جدا ليكي. شكرا. شكرا، مع السلامه. الف سلامه، شكرا ليكي. ناخد بقى كده شويه جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اقلبهم مع الخلطه دي. مش لازم لحمه، مش لازم كل اكل يبقى فيه لحمه لحمه، لا هي كده لذيذه جدا. والجبنه بقى يديك طعم مع الخضار هنا حكايه. وادهنها بحبه سمنه او زبده، واجي هنا السمنه انا مسيحاها برضو اهي. انا هعمل ايه، ورقتين ورقتين، مش هعمل ورقه ورقه عشان الحادق. انا بحب اعمل ورقتين، بحس كده ان هو ايه حاجه بديل العيش، يعني ما يبقاش رقيقه قوي ماشي، وتبقى السمنه فيها كتير قوي، انما كده هتبقى ارحم شويه. واخد كده معلقه من الخلطه ويكون فيها كل حاجه. وفي الحد كمان بتبقى الاحجام اكبر من الايه، من الحاجات الحلوه. ورقتين كده. واخد هنا كده معانا رحمه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا رحمه؟ الحمد لله. الحمد لله، يا اخبارك؟ كويس الحمد لله. ليكي سؤال يا رحمه؟ اه، ممكن احط طريقه القلاش دي بالظبط؟ اه طبعا ممكن تحطي سجق، تحطي بس لازم يكون مستوي. لازم يعني اه سويه الاول. لو حطي سجق هتحطي لحمه مفرومه، هتحطي اي حاجه فراخ، لازم تسويه الاول ماشي. يعني الوصفه دي ممكن تحطيها كلها زي ما هي، قطعي السجق وشوحيه كده على النار، وبعدين ضيفي لي الخلطه دي، او فراخ مقطعه صغنن، او لحمه مفرومه، زي ما انت عايزه، ابتكري بقى. معانا محمود، اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا محمود؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله. كنت عايز طريقه الكنافه. كنافه؟ حاضر، بقالنا كتير ما عملناش كنافة. حاضر، ما رمضان بقاله كتير بقى. نستنى رمضان اللي جاي ناكل كنافة؟ لا، إن شاء الله نعمل كنافة بالمانجا قريب. كنافة بالمانجا
من شايلها من الفريزر لو المانجا عندكم خلصت. لو المانجا مش موجوده في السوق بس لسه موجوده يعني هي لغايه دلوقتي. والله في مانجا. طب من عندك من الفريزر. ما خزنتش ولا مانجايا؟ ماشي تقليدي. هو بس الواحد لما بيشيلها بيجي بقى عشان يقعد يقشرها بتبقى متلجه يبقى سقعان فبيكسل يعملها اصلا. ماشي كده. تمام كده. انا بقى عملتها كده يعني ورقتين ورقتين عشان ما احطش سمنه بالورقه والتانيه تبقى اخف شويه وبديل العيش. بس هنا لما اجي اطبق حاجه على حاجه ما يبقاش اربع ورقات بقى ما فيهمش سمنه، لا لازم اديها هنا كده شويه عشان ما تبقاش ناشفه. هناكل من كل حاجه بس قليل ما نكترش. حاضر. انت تعبان على طول. ماشي. صحي. ادي كده صغننه كده وقلبها اقفلها كده اهو. هتلاقي الورقه عندك طلعت لك كميه قليله جدا من الصوابع مش كتير، ورقتين ورقتين على طول بتخلص معاك الورقه. موتزاريلا على الوش كده يعني بعد ما خلصت خالص لفيتهم مع بعض زي ما انتم شفتوني وخلصت الصينيه رحت دهناهم كلهم بالسمنه ورحت ايه دهناها دي وش سمنه كمان كده بالفرشه ورحت حاطه جبنه رومي جبنه موتزاريلا على الوش. تمام كده. بس كده يعني الواحد بقى ياخد له صباعين من دول غدا خلاص كفايه قوي كده.